كشف وزير الكهرباء والماء سعادة الدكتور عبد الحسين ميرزا في تصريح خاص لمركز الأخبار أن هناك العديد من المباني الحكومية والمستشفيات والمدارس والمجمعات استفادت من نظام صافي القياس من خلال الكهرباء المنتجة من خلال الطاقة الشمسية. مشاريع الطاقة الشمسية الحمد لله كثيرة في مملكة البحرين، خصوصا منذ إنشاء مركز الطاقة المستدامة وتشجيع المؤسسات والأفراد على استخدام الطاقة الشمسية. المجمعات التجارية قاعدين يركبون طاقة شمسية، مثلا مجمع أفنيوز ركبوا طاقة شمسية على سطح مواقف السيارات عندهم، وإن شاء الله بيدخلونها في التصميمات في المرحلة الثانية من مشروع أفنيوز. المستشفيات مثلا مستشفى الملك حمد عندهم خطة لتركيب طاقة شمسية بحيث يوفرون 40% من فاتورة الكهرباء الحكومية بالاستفادة من 40% من الطاقة الشمسية. كثير من الأفراد ركبوا طاقة شمسية على منازلهم ويستفيدون من نظام صافي القياس، أي أن لما يركب في بيته طاقة شمسية الكمية اللي ينتجها من الطاقة الشمسية لا تصدر لفاتورة من هيئة الكهرباء والماء.